أنقل إلى القيمين على مركز جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار، أنقل أطيب تحيات وشكر صاحب الغبطة والنيافة مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة. إنه يدعو للجميع بالخير ولجميع بلداننا ويحملهم بصلاته ويستمطر عليهم بركات السماء. أيها المشاركون والمنتدون، منذ 20 قرناً والمسيحيون في الأرض المشرقية، لما دخل الإسلام عليهم فتحوا مدنهم دمشق والقدس وبنوا معا أنظمة وأوطانا وحضارات، وجدوا معا نهجا للعيش تراوح بين التحارب والتشدد حينا وبين الاعتدال والتحالف حينا آخر. ولكن ما يحدث في هذه الآونة الأخيرة خرج عن المنطق وخرج على النهج المتبع حتى الآن. بصريح العبارة أقول خرج عن التاريخ المشترك والتراث المشترك، وباتت الأصولية الدينية السياسية تستخدم الدين للوصول إلى غايات، فترفض الآخر وكل اعتدال وتقتل وتخطف وتنكل. عرفت بلداننا العربية التنوع ولو مع التشنجات بين المعتقدات الدينية في حقبات تاريخية محددة. أيها الأحباء المنتدون، لا شك في أنه في كل شخصية مسيحية شرق أوسطية جزء من الإسلام، وفي كل مسلم عربي جزء من المسيحية. هل تدركون ماذا سيحل بالشرق الأوسط إذا هجره المسيحيون أو هجروا منه عنوة؟ أقول لكم إن الوجود المسيحي ضمانة للمسلم، والمسلم ضمانة للمسيح. من هذا القبيل وجودهما جنبا إلى جنب، ضرورة إسلامية قبل أن تكون ضرورة مسيحية. والإسلام اليوم بحاجة إلى تلميع صورته على المستوى العالمي. توافقوني الرأي بأن الاعتدال هو المستهدف، كذلك الحوار والعيش المشترك والانفتاح والمناصحة. ما نشهده إنما هو مشروع آحادي يدمر الله والإنسان والحضارة على السواء. أستعيد من هنا ما قاله قداسة البابا فرانسيس في 7 آذار 2014، قال: فلتصمت الأسلحة وليكف العنف، لا للحرب أبداً، لا للدمار، وليتم احترام الحقوق الإنسانية والاهتمام بالشعب المحتاج للمساعدات الإنسانية
وليتم الوصول إلى السلام عبر الحوار والمصالحة. أيها الأحباء المنتدون، كلنا متفقون على المبادئ وعلى رفض العنف، وما سمعناه في هذين اليومين لدليل ساطع على ذلك. نحن بحاجة إلى إعادة تنشئة على السلام، والعنف بسم الله لا يتناسب مطلقاً مع عصرنا. هل تعلمون بحسب الإحصائيات أن 70 مليون عربي لا يحسن القراءة؟ أمي، كيف نخرج من هذه الورطة؟ من أين نبدأ؟ حل مشاكلنا تربوي. كيف نربي وندعم التربية؟ ما هو المشترك بين الأديان في بلداننا؟ نحن كقادة روحيين يمكننا أن نشجع على الحوار مع الآخرين، وهذا واجبنا، ويمكننا العمل على العدالة الاجتماعية والتخفيف من البطالة، وهذا واجب علينا أيضا. لكن يمكننا أيضا أن نطلب التعاون مع الحكومات صاحبة القرار والمال من أجل إخراج خطة عملية. منها نطالب بإجراء وتذهين عدد كبير من الأساتذة لشرح المبادئ الأساسية للأديان، وتخصيص حصة دراسية إلزامية في مناهجنا حول الأديان. إن تجربة عيد 25 أدار في لبنان كانت تجربة رائدة، وقريباً نعمل على أن تنتقل العدوى إلى فرنسا. السنة الماضية احتفلنا في باريس بعيد مشابه في 25 أدار بين المسلمين والمسيحيين إكرام مريم. هناك أيضاً طلب ملح لوسائل الإعلام، السلطة الرابعة، سلطتها أقوى من القنبلة الذرية، تبني وتهدم. المطلوب توجيهها نحو الخير والإيجابية والحقيقة. ختاماً، أطالب بوقف الحرب فوراً وإسكات السلاح. ثانياً، إرجاع النازحين والتعويض عليهم والاعتذار من التاريخ واعتبار ما حصل غيمة صيف. ثالثاً، إعادة البناء معاً من جديد. رابعاً، استعادة الأدمغة التي هجرت أو هجرت وتركت الشرق. شرقنا يحتاج إلى تلك الأدمغة، وهي كثيرة وفاعلة. كيف تنجح عند سوانا ولا نقدرها في بلداننا؟ بالعلم والإيمان نبني الأوطان. إنه الحلم، إنه التحدي، والسلام عليكم.